نشوف تقرير عن مارسيل كولر ونرجع نكمل كلامنا. قاد السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الرجاء البيضاوي المغربي الصعبة، ليضع نفسه كمنافس قوي على اللقب القاري الذي تعشقه كل الجماهير الحمراء وتستمد ثقتها في الفريق من هذا العجوز السويسري. الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من وداع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، لكنه تأهل في النهاية بشق الأنفس إلى ربع النهائي ليتحول المارد الأحمر كما عودنا إلى وحش كاسر في الأدوار الإقصائية، وتمكن من العبور إلى نصف النهائي عبر بوابة الرجاء. وخلال مشوار الموسم الحالي سواء على المستوى القاري أو المحلي، استطاع مارسيل كولر أن يبني جسرا من الثقة مع جماهير الأهلي تدريجيا حتى تحول إلى معشوق للجماهير، والذي يبعث الثقة دائما بأن الأهلي قادر على تحقيق كل شيء، ولكن تحقيق الأحلام يحتاج إلى عمل كبير للمدرب السويسري مع الفريق منذ بداية الموسم. قبل الحديث عن النتائج، يجب علينا أن نسلط الضوء على العدالة التي يطبقها مارسيل كولر بين لاعبي الفريق، فنجد أنه يمنح فرصة للجميع من أجل إثبات الذات، وهو ما جعل الأهلي يمتلك فريقين تقريبا وليس 11 لاعبا فقط، ومنح المارد الأحمر أفضلية عدم التأثر بغياب أي لاعب. كولر الذي بدأ الموسم معتمدا على أكرم توفيق كظهير أيمن وأعاد اكتشاف كريم فؤاد في مركز الجناح الأيمن وبات يعتمد عليه بشكل أساسي، فقد الثنائي في ظرف أسبوعين تقريبا. لكن لا مشكلة عند السويسري الذي أعاد حسين الشحات مجددا للحياة ونجح في تطويره ليتحول من لاعب دائم التعرض للانتقادات إلى أهم لاعبي الفريق، ومعه محمد هاني أحد نجوم الموسم. ولم يكتفي كولر بذلك، بل أنه غير من أدوار حمدي فتحي قلب الأسد الذي تعودنا عليه بصبغة دفاعية لنجده أحد هداف الفريق بأدوار جديدة تحسب فقط للسويسري. ملامح توضح كيف أعاد كولر الأهلي الذي تعودت عليه جماهيره، لا يتأثر بأحد والكل يخدم المجموعة. وعلى المستوى الرقمي فإن مارسيل كولر لم يخسر أي بطولة شارك فيها مع الأهلي منذ وصوله باستثناء كأس العالم للأندية، حيث حقق السوبر المصري وكأس مصر بجانب تصدره جدول الدوري المصري بفارق مريح، إلى جانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليجعل المارد الأحمر منافسا قويا على كل البطولات، بل أنه المرشح الأبرز في كل بطولة يشارك بها. كل هذه المعطيات تؤكد أن مارسيل كولر هو الرجل المناسب في المكان المناسب.